هو بالفعل هيك كان، يعني كان الموضوع مختلف. أي شخص يلتقي بي من المسؤولين يذكر يعني سعادته الكبيرة ويقول رفعت رؤوسنا ومن هالكلام، فأكيد كانت أيضا لحظات استثنائية. يعني كان في أتحدث عن اللقاء اللي كان في الإمارات، سيد رئيس اتحاد الكرة كان يتحدث عن أهمية الرياضة وكرة القدم. شنو كانت المناسبة المعالية؟ هي كانت القمة العالمية للحكومات، وبها يعني بها أجزاء كل يعني كل مقطع إلى ورشة خاصة وإلى يعني حديث خاص، فكانت وبالأخير يجتمعون في القمة العالمية للحكومات ويتحدثون عن الشباب وأهمية دور الشباب وكيف نصل إلى الشباب وكيف نعد نمكن الشباب. فكان القطاع الخاص بينا احنا كان أهمية الشباب ودورهم. فكان الحديث لرئيس الاتحاد الإماراتي تحدث عن أهمية الرياضة في الشباب وشون نستثمر الرياضة وكرة القدم بالتحديد، خاصة هي اللعبة اللي لها صدارة الشعبية في العالم. لكنه أفرد حديثا خاصا عن 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 عن, عن مونديال قطر، وأيضا عن بطولة خليجي 25، وتحدث بشكل جميل عن هذه البطولة وتجاوز الحديث الفني والتقني وإلى آخره، إلى حديث روحي قريب جدا لما وجد، هو حضر أيضا في البصرة، الحفاوة البصرية اللي كانت هي كما أؤكد دائما في كل لقاءاتي أن البصرة كانت نموذج من نموذج الأخلاق العراقية، فهي الأخلاق موجودة في كل محافظاتنا العزيزة، لكن البصرة نجحت في هذا التمثيل الحقيقي لمحافظاتنا. فهو تحدث عن هذا الكرم. هو طبعا ذكر طريفة، قال أنه الاستثمار في الرياضة والكرة وهذه المناسبات البطولات فيها استثمار كبير، إلا العراق ما استثمر لأنه كان يعني خاسر، على اعتبار يتحدث عن أنه أي مواطن خليجي كان يعني جيبه مثل ما هو يبقى، يعني مع أنه هو أكل وشرب ونام واشترى وتبضع وكذا كذا، لكنه رجع بنفس المبلغ اللي حمله.